كمان عم تلعب بركات كل سنه طيبين عاملين ايه يا رب تكونوا بخير وصحه وسلامه. هنتابع يا جماعه المهمه الجديده من كول اوف ديوتي، مهمه هتعجبكم ان شاء الله. على فكره يا جماعه احنا بنقسم الحلقه اجزاء وبننزلها واحده واحده بحيث اللي عايز يتفرج عليها وعايز ينزلها ينزلها بالترتيب، ما تبقاش ملخبطه زي الكتاب بينزلوها. المهم يا جماعه ازاي نوقف في القطر؟ المهمه يعني عايز اقول لكم وقفان القطر مستحيل بالسرعه اللي هيكون موجود فيها مع كم الجنود اللي هيكون موجود كمان عليها، بس ادينا هنحاول هنشوف المهمة هتبقى ماشية ازاي وهنتابع مع بعضينا. وكمان ادي فيفيان وصلت، هي اللي هتقود المهمة معانا. ريت يا جماعة اللي يعجبه الفيديو يشترك في القناة ويفعل الجرس لكل من تنسوش اللايك والتعليقات، وتابعونا ان شاء الله في كل جديد. ادي القطر liaison in the resistance. Rousseau will provide support if possible, but attacks on that network can mean we're on our own. Fate of Paris is in your hands. زي ما انتم شايفين السرعة اللي هو فيها اساسا والمكان كده بدأنا المهمة يا جماعة. وحدة العمليات الخاصة. هيعجبه طبعا هيعدي دلوقتي. بدأوا انهم يعدوا. طبعا انا هستعد بقى عشان انزل. واحنا جاهزين. ادي اول واحد يا جماعة بالسكينة عشان ما نعملش صوت. كده بقى الظابط. قنص. نبدأ بقى يا جماعة. على فكرة يا جماعة التقسيم بتاع كول اوف ديوتي الجزء الاخير ملوش حل. يعني لعبت كذا حاجة في كول اوف ديوتي الاجزاء التانية في فرق شاسع في التقسيم. تحس انك بتتفرج على فيلم اساسا مش انك بتتابع لعبه او بتلعب لعبه، فاساسا بتشد الواحد وهو بيلعب. ده برضه بالسكينه كده في السريع. على الله اكبر ما شاء الله عليك يا فيفيان نشيطه. تعالى انت كمان بالسكينة. المهم ان احنا عايزين نلحق القطر قبل اساسا ما يطلع، لان هو اساسا جاي بسرعة مهولة مش عايزينه يعدينا واحنا لسه موجودين. في هنا حد، في هنا دي واحد، في غيره ولا مفيش غيره؟ تركيز مهم جدا برضه يا جماعه عشان ما نفاجئ ايه ممكن نيجي نضرب واحد السم ممكن يكون فيه كتير واحنا مش واخدين بالنا نلاقي نفسنا دخلنا في مجزره. المجزره كده كده هتبدا، بس هتبدا وانت شايفهم وبعد عنك احسن ما يبقوا قريبين منك وتلاقي نفسك وقعت. تمام نرجع. وما ينفعش برضه من هنا مسدوده. من هنا مسدودة، هنطلع من هنا هنطلع في وسطيهم فمش هينفع. هرجع والف لهم من ورا احسن. تمام في حد جاي هنا، في حد جاي استخبى. نطلع له بالسكينة كده بهدوء. تعالى بس كده. ادي واحد عدى تاني قدام، نحاول نروح له بهدوء برضو بالسكينة. نغير السلاح.
تمام، هنضرب هنا ولا هنعمل ايه؟ لا استنى، الف من ورا العربية احسن، الف من ورا العربية، لان اكيد في حد، لان زي دورية يا جماعة كله بيفضل رايح جاي، اهو في واحد برضو عدى اهو، يبقى اكيد في حد جوه تاني. في حد هنا استخبى ورا العربية لأن في حد جاي من الجنب. أيوه تعالى أنت كمان بالسكينة. خبا بسرعة ورا الكنبة ديت كده. هنبدأ الضرب يا جماعة، يلا الأولاني، يلا نخش جوه بسرعة. هنقابل فيفيان هنا ولا ايه اللي هيتم؟ فين يا فيفيان؟ دي الممثلة الأجنبية بتاعتنا يا جماعة هنا. أيوة وصلت كده، تبدأ المدعكة. بصوا ايه يا ابني الكنابي ده؟ واحد برضه زميلنا اتصاب. نضرب اللي جوه ده الأول، بدل ما احنا محطوطين في كل حتة. نهدف قنبلة التانية. زميلنا اتصاب، زميلنا اتصاب يا جماعة، زميلنا اتصاب. مش هسيبك يا صاحبي. بس رايح فين انت؟ رايح فين؟ حد رايح فين؟ اضرب. رايح فين يا عم؟ رايح القنبلة ولا حاجة. ايوه نايس نايس نايس. اضرب بسرعة، اضرب بسرعة. رايح التاني، واحد التاني، تاني نزلهم بقى. انا هنا ده واحد اهو، وادي على اليمين كذا واحد، والتاني وفي واحد تاني وراه، واحد تاني وراه، في واحد تاني وراه. الحق بسرعة يا عمو، اضرب. ضرب النار كتير، انا في واحد ورا تاني، وادي واحد ورا تاني. لازم السرعة يا جماعة هنا عشان مش واعيين بسرعة. القطر اهو، اتصرفت يعني. القطر بص جاي صاروخ، والناس ما شاء الله يعني كتير. انا مش عارف السن ازاي هيقف، بس هنشوف، هنتابع المهمة ونشوف. ادينا ركبنا العربية وطيرين ورا القطر. ده ده المطلوب مننا نوقفه. ده احنا اللي هيطلع علينا. نشوف هنقرب ازاي بس، وبعد كده انا كده هدي المطلوب كده بالرشاش. لان السن لو ما ضربناش السن احنا هنقع، لان الضرب النار هيبقى علينا بالفوم، لان القطر مليان عساكر. فطبعا احنا لازم نستغل الفرصه برضه نضرب. فهنشوف بقى المعركه هتتم هنا ازاي. لا يعني انا لو كنت اقول كده يبقى كده تحفه. كده انا قلت ورا يا جماعه. وامسك بقى نبدا بقى الضرب. تعالى حبايبي، تعالى تعالى يا بابا، استنى ما فيش مكان في الشارع. تعالى يا بابا، يلا يا حبيبي، تعالى تعالى يا بابا، تعالى يا بابا، فوق وتحت وكله. ايه يا عم ده؟ ايه ده؟ وايه الاسلحه دي كلها اللي في الارض؟
لازم كده كله يتضرب كله، لازم نقعد نموت في كله كده. اوبا كبرنا لهم التاني. بس في ناس كتير برضه، في ناس كتير من القطر مليان اسلحة وعساكر. اوبا هدفونا قنبلة، هدفونا قنبلة. ده كنا قنبلة قلبنا. المهم كده بتفوز يا جماعة. يا ترى اللي هيتم ايه بعد كده؟ انا لسه ما نطيتش طبعا. اديني نطيت. اوبا والقطر اتقلب. ايه القطر اتقلب يا جماعة؟ القطر اتقلب، المفروض نوقفه. القطر اتقلب يعني احنا كده لبسنا في حيطة. خلي بالك يا جماعة كده المهمة لسه ما خلصتش، ده كده لسه في حد مهمة يعني. بس المهمة الأساسية ايه ده 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 كده. زي ما انتم شايفين لسه انا بفوق. Can't believe we made it. That's one for the books. I hope Styles had his camera. Pearson might even get off our asses for 5 damn minutes. Look out! Follow me. I'll take you to your platoon. Oh, sorry. Who the hell are you? A friend. No hurry. الواحد مع واحدة كده بص تبقى حماية في كل حتة. كده هنشوف العساكر يا جماعة ننطوا من القطر برضه، لأن زي ما احنا نطينا من العربية في أكيد عساكر كتير نطت من القطر. نعمر كده ونروح لهم. نعمر. تعالى يا حبيبي، تعالى يا بابا أنت كمان. ايوه يا فيفيان واقفه بتعمل ايه يا فيفيان؟ ايوه تعالى كمان. وانت حبيبي تعالى يا بابا. رايح فين؟ بتعمل ايه هنا؟ بتعمل ايه يا بابا؟ هنا يا جماعة ورا المقلب دوت بتاع القطر هتلاقي فيه دمار برضه، في ناس كتير أكيد موجودة. دايما يا دايما انت مستخبية. أيوة في واحد طلع دماغه أهو. أيوة ودي واحد تاني. أيوة ايه يا عم انت ما بتموتش؟ اضرب اضرب ده كمان. في اكيد ناس برضو هنا. عامة المهم على وشك انها تخلص، بس لازم نعدي من دول، لان هي كده كده المهمة باظت عشان القطر اتقلب. اللي كان مطلوب ان القطر يقف، والقطر طبعا ما وقفش، القطر اتقلب. فنشوف حتى لما هنخلص وهنتقابل مع العسكر بتوعنا هيقولوا لنا ايه. برضه هنا في ناس برضه. القطر موجود من ناحية الشمال اليمين. ادي هما. ضرب شمال يمين لسه برضه في كام عسكري كده. ادي واحد تاني اهو. تمام ماشي. واحد يجيبه ازاي؟ تعالى كده. طيب
ايوه استنى كمان. ايوه جبناه كده. في قنبلة اتحذفت، في قنبلة اتحذفت. بيحذفونا بقنابل ولا باللزينة؟ طب يلا بقى يا ولد اللزينة، خد هات اللي على الشمال ده برضه. يا عم انت مش عايز تموت على الشمال ده عشان ده مضايقني. ايوه ايوه يا ترى بقى مات ولا اتصاب؟ هنشوف. او اتصاب، واحد اتصاب والباقي لسه. فاضل عسكري، فاضل، لا فاضل اتنين يا جماعة، فاضل اتنين يا تلاتة كمان. كده انتهى امرهم، انتهى امرهم كده. دول الناس تبعنا يا جماعه. كده المهمه خلصت. يا ريت يا جماعه اللي يعجبه الفيديو يشترك في القناه ويفعل الجرس لكله، وما تنسوش اللايك والتعليق. اشكركم جزيلا. هنا يا جماعه قبل ما نقفل، هنا في نهايه المهمه بيطلبوا منهم محاكمه، ان اساسا القطر ما وقفش، القطر اتقلب. فمعنى القطر اتقلب هما كانوا عايزين الاسلحه والحاجه اللي عليه، بمعنى القطر اتقلب فكل حاجه باظت. اي نعم الجيش ما استفادش بالحاجه، بس برضه احنا ما استفدناش بيها، لان القطر زي ما انتم شفتوا والحوار اللي حصل كله عامل ازاي. وادي الفيان بتستصر لنا اهو، ربنا يبارك لك يا بنتي. يلا يا جماعه متشكرين جدا، تابعونا في فيديو جديد ان شاء الله مع كول اوف ديوتي. مع السلامه، سلام طيبين. She had a job for us too.